أستاذنا الفاضل، عرفناك أستاذا ومربيا ومعلما، وعرفنا عنك أنك أحد الشعراء، فكيف كانت بدايتك مع الشعر؟ البداية كانت متأخرة، يعني ممكن حتى تجاوزت سن 30 لم أقل شعر، وكانت الأحداث التي تدور في عالمنا تؤثر مناسبات عديدة، كثير من الأمور، فكنت أحاول أن أكتب، ولم أكن على اطلاع كبير بالنسبة لعلوم الشعر كما العروض وهذه الأشياء، لم أكن أحسنها، فكانت بدايتي طريفة في الحقيقة، وكانت مع تلميذي، مع أحد تلاميذي اللي درسوا عندي، وكان شاعرا. وهو الشاعر الأخنش عبد الرحمن. قدمت له قصيدة، أنا في رأيي كانت قصيدة ولم تكن شيئا، ومن أدبه لم يجرح مشاعري، فقدم لي الكتاب في العروض وقال يا أستاذ تفضل ودرس الكتاب. وفعلا بعد ما درست الكتاب، درست العروض، درست كذا، وجدت أن تلك الكلمات التي رصفتها لم تكن من الشعر في شيء، وكانت بداية هذا مع هذا الدراسة الكتاب. دراسة للكتاب هذا في العروض، فكنت أحاول، وإن لم يكن الشعر الذي يعني قصائدي لم تكن في مستوى كبير، فأنا أخذ فقط في بحر أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر، ومواضيع أو أغراض الشعر التي أخذ فيها تقريبا في هموم الوطن، في الرثاء أحيانا فقط، يعني ليس لدي الكثير. ممكن لو قلت الشعر في فترة متقدمة، في فترة الشباب، ممكن كنت سأخذ في أغراض التي يعنى بها الشباب، ولكن بما أني قلت الشعر في فترة متأخرة فلم يكن لدي الكثير. الحقيقة لا أصنف نفسي شاعرا، وإن صنفت نفسي في الشعراء فأنا ممكن أكون في طبقة متأخرة بالنسبة للشعراء المعروفين هنا على المستوى المحلي فقط، على المستوى المحلي، أنا لا أتطلع إلى مستوى عالمي، فقط على المستوى المحلي، فأنا أصنف نفسي في مراتب متأخرة مع الكبار مثل بن دراح أحمد السعيد، والله بن دراح مبارك، والله الأخنش عبد الرحمن، أو الأستاذ خالد قبلة، أو فعلا يمتازون بالشعر جيد، لا أطمح إلى مجاراتهم في الحقيقة. هل ممكن قصيدة حول حب الوطن؟ إن شاء الله سأقرأها، لأن الحافظة لا يوجد فيها الكثير. وهذا مخطوط سميته فيض المشاعر، وفي الحقيقة أنا أقول في الشعر العمودي وفي الشعر الشعبي أو ما يعرف بالملحون. الملحون، نعم. سأحاول في بعض الكلمات، ولا أدري بالنسبة هل في الوطن، هل هو بالنسبة للجزائر أم في غيرها، يعني كانت هموم الوطن بصفة عامة الجزائر، أو مثلا هذه في السنوات ما نقول عنها، هذه في سنة 95 كانت قصيدة، سنوات العجاف. العجاف. قلت وآبى فتاها يرافق هما يكفكف دمعا وشرحه يدمع، إلى حضن أم عطوف مرؤوم
عساها تداوي جروحا وكالماء، فراءه منها شعوب تبدى، ولاقى الحزين صدودا وصرما، ولم يتعود لديها فطورا، ولم تتعود عقوقا وجرما. وراح فتاها يردد سؤلا، أكان هواك أميمة أثماء؟ وجاء الجواب ومن حال أم، يزيل غموضا ويحسم وهما. رويدا فتايا وأنت اللبيب، فليس ودادي بلاء وغرما، ولكن بنيا ركبتم شقاقا، فأنتج وهنا وحقدا وغما. وأضحى حديثي لغير هجينا، وصار بنيا طريدا وشؤما، ومجد ركين بناه الرجال، فأضحى بحقد خرابا وردما. أترضى فتايا خمولا لأمك؟ أترضى فتايا لأمك واسمع؟ أتسمع في حديث عدوي؟ أتقبل منه خداعا ولؤما؟ أميري الهمام وأسد نوفمبر، أبوا منه في سبابا وشتما. فما لك شبلي تزعزع ركني، وتنزل بي خرابا وهدما؟ فإن رمت شبلي حنانا وأمنا، فإني إليك أحن وأضمى. وإن رمت شبلي رقيا، فهيا نشد الصفوف ونزرع سلما. وأكره منك فتايا خمولا، وأعشق فيك نشاطا وعزما. نداء الجزائر يدعو فتاه، لتكسب مجدا ويكسب علما. فلا تتوانى وأنت مناها، وذد عن حماها خطوبا وخصما. وجسد بفعل خصال الشهيد، وحقق بعزمك وحقق بعزم لأمك اسما. نداء الجزائر في القلب رنا، فكن خير ابن تكن لك أما. الله أكبر.